حوالي الساعة الواحدة من بعد منتصف الليل الخميس 25/4/2013 استقبلنا في المشفى الميداني هنا بدارية عشرات المصابين نتيجة القصف على المدينة واستنشاقهم الغازات السامة، وكان معظم الإصابات من المدنيين والأطفال والنساء، وكانت حالاتهم تتراوح بين الحالات المتوسطة والشديدة والخفيفة. معظم الحالات كانت خفيفة ومتوسطة، كانت أعراضهم تتراوح بين تضيق بحدقة العين، حدقة دبوسية لك، واحمرار بالملتحمة مع زلة تنفسية شديدة وزيادة مفرزات القصوات وغثيان وإرقياء. والحالات الشديدة كان عندها أعراض اختلاجات معممة. عولجت مارك واستمر المشفى باستقبال الحالات حتى الصباح، حيث بلغت عدد الإصابات أكثر من 130 حالة، 10 منهم تقريبا كانت حالاتهم شديدة. هذه الأعراض هي نفسها الأعراض التي تظهر عند التسمم بالغازات السامة من مركبات الفوسفور العضوي غالبا، لكن نحن عالجنا معظم الحالات بعلاج عرضي بالأتروبين وموسعات القصبات ومضادات التحسس نتيجة افتقارنا للعلاجات النووية. ونحن نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والدولية بالدخول إلى سوريا والوقوف على حقيقة ما يجري هنا والضغط على هذا النظام المجرم وتأمين معدات السلام.